السلام الله عليكم مشاهدينا الأفاضل، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي الطريق إلى 7 أكتوبر. طيلة مرحلة الحملة الانتخابية التي تمتد إلى غاية 3 أكتوبر، نلتقي بممثلين عن الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية. من خلال المسير في الطريق إلى 7 أكتوبر نتعرف على أفكار هذه الهيئات السياسية ورؤاها وتصوراتها اتجاه قضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع. ونذكر أن مدة البرنامج هي 26 دقيقة، سنحرص على توزيعها بعدالة بين ضيوف الكرام، وهم على التوالي: مصطفى الشافعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. مرحبا. الوكيل مصطفى الشريف عن حزب النهضة، أهلا وسهلا. وكما أشكر يوسف شيبوب، وأرحب بيوسف شيبوب عن الحزب اليسار الأخضر، مرحبا بكم جميعا. ونبدأ نقاشنا بالملف السياسي معكم السيد مصطفى الشافعي عن الحزب الاشتراكي الموحد. اليوم في المغرب لدينا أزيد من 30 حزبا، هل تعكس هذه التعددية الحزبية تعددية سياسية وتعددية في الأفكار؟ شكرا. في البداية أريد أن أقدم بأن أنا الآن في استضافة كحزب الشراكة الموحد، ولكن كفيدرالية اليسار الديمقراطي، لأننا نتقدم في الانتخابات التشريعية لسبع أكتوبر باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم 3 أحزاب: حزب الشراكة الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. قبل أن نتكلم عن هل تعكس الأحزاب اللي موجودة في المغرب تعددية حزبية، خصنا نهضروا على واحد جوج المقومات أساسية. بقي لك دقيقة. التعددية هي أولا، التعددية هي خصوصا كتعبر على حاجة مجتمعية، والحال في المغرب هو أن التعددية القائمة الآن هي ما كتمثلش وما كتجسدش فيها الاستقلالية، لا من ناحية النشأة، لا من ناحية الرؤية، لا من ناحية البرنامج، ولا من ناحية المسار. وهذه العملية معروفة في المغرب، المحطات معروفة، ليلة الانتخابات أو عشية الانتخابات كانت كتنشئ أحزاب. هذه العملية في 58 وقعت، وقعت في 63، وقعت في 77، وقعت في 84، وقعت في 2008. وبالتالي أن هذه التعددية الآن في المغرب هي تعددية مفبركة، تعددية ما كتعكش البرامج، ما كتعكش التعبيرات المجتمعية الموجودة، وبالتالي هي تعددية بإعاز من الدولة، بإعادة من الدولة، لأن الدولة ساهمت في إنشاء هذه الأحزاب. شكرا لك. نمر إلى السيد الوكيل مصطفى الشريف. السؤال نفسه: هل التعددية الحزبية اليوم في المغرب تعكس تعددية سياسية؟ إحنا خصنا غير نتفقوا بأن الدستور هو اللي تكفل هذا النهج الديمقراطي ديال التعددية الحزبية، ويعني القطيعة التامة مع الحزب الواحد، لأن هناك أطياف مجتمعية، هناك أفكار يعني مختلفة، وهناك مرجعيات وإيديولوجيات. إذن الأحزاب النتاجية تجي على أساس أنها يعني تتمحور على فكرة، على رؤية، يعني تكون متفق عليها مجموعه ديال 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 الناس بمبادئ يعني اللي هما يعني مقتنعين بهم، و يعني كاين واحد القناعه يعني مشتركه. وعليه هاد التعدديه هذه ما تجي الا انها تتعكس واحد النوع ديال 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 يعني التوجهات المختلفه اللي كاينه في الـ في الـ في الـ يعني في المجتمع، بينها اللي كاين عنده مرجعيه مثلا دينيه، كاين اللي عنده مرجعيه محافظه يعني يمينيه، او لا مرجعيه مثلا تقدميه يساريه. وعليه كل واحد تيصيب يعني المكان المناسب ديالو، فين يطرح هذوك الافكار، وفين يناقش فين يناقشهم. وهذه هي الديمقراطيه، لان الديمقراطيه هي الحريه في الراي، هي حريه في الاختلاف، هي حريه في التنوع. وعليه فانا تنشوف بان المساله ديال التعدديه في المغرب ما هي الا مسار ديمقراطي غادي باش يمكن في الاخر يفرز واحد يعني واحد النوع ديال 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 الافكار، اللي هي في الاخر غادي تكون افكار اما ثلاثيه الابعاد، او لا افكار يعني عندها واحد الارتباط يعني بالقيم وبالحداثه والتقدم. شكرا لك سيد الوكيل. الكلمه للسيد يوسف شيبوب عن حزب اليسار الاخضر. السؤال نفسه: هل تعكس التعدديه الحزبيه في المغرب ازيد من 30 حزبا، هل تعكس هذه التعدديه تعدديه في الافكار وفي البرامج وفي التصورات؟
نعم سي عزيز، التعدديه في الاحزاب والتعدديه الحزبيه في المغرب هي طريق اتخذها المغرب من ستينيات القرن الماضي او نهايه الخمسينيات ديال القرن الماضي، وهي كتعكس واحد الطريق واحد التوجه اللي خداه المغرب اللي هو الطريق نحو الديمقراطيه ونحو التعبير على جميع الافكار وجميع الاختلافات اللي كاينه عندنا في كو سوا في المعتقدات كو سوا في التوجهات الفكريه ديالنا. وكنظن انها هي مساله اللي هي ايجابيه، ان كل واحد كيلقى الاطار فين كيقدم افكار ديالو، فين كيقدم توجهات ديالو كو سوا قناعات شخصيه او قناعات معتقديه. نعم. او توجهات. شكرا لك السيد يوسف. نمر الى المحور الثاني والمحور الاقتصادي. سبق في الحلقات التي سبقت ان تحدثنا عن البطاله، عن الريع، عن عدد من النقاط. اليوم نفتح القطاعات الانتاجيه، الفلاحه. في نظركم هل الى متى سيبقى هذا القطاع رهين بالتساقطات المطريه، وما موقفكم وتقييمكم لمخطط المغرب الاخضر مثلا؟ لا، الموضوع المطروح الآن الفلاحة هو ضمن السياسة الاجتماعية بشكل عام والسياسة الاقتصادية في المغرب. ومن اللي كنهضروا على لا الاقتصاد ولا على الفلاحة ولا على المجالات الأخرى كالتعليم إلى غير ذلك، المغرب الآن ما كيتوفرش على سياسة تنموية حقيقية اللي كتنعكس بشكل إيجابي على المجالات كلها، لا في الاقتصاد ولا في الصحة ولا في التعليم. وخاصة ملي كنتذكروا على موضوع الفلاحة، ملي كنتذكروا على موضوع الفلاحة كنربطوه أساسا بالعالم القروي، كنربطوه بالعالم القروي. وهنا احنا عارفين شنو اللي كاين، هو في مجال الفلاحة ما كاينش عمليا ديال ضعف الاستثمار العمومي في المجال الفلاحي، ضعف الاستثمار في المجال العمومي. ملي كنزيدوا عليها المشاكل اللي كاينه في العالم القروي ديال الطرق ما كايناش، المدرسه ما كايناش، المستوصفات ما كاينينش، الفلاحين الصغار مقهورين لان كيدخلوا الوسطاء، وملي كيدخلوا الوسطاء كتولي هذيك الفلاحه المعيشيه كتولي كدوز واحد المراحل اللي ما كيستافدش من العائدات ديالها الفلاح الصغار. وبالتالي المطلوب الان هو تشجيع الفلاحين الصغار وتشجيع الفلاحه المعيشيه، لان هي اللي غتمكن هذاك الفلاح الصغير. وشحال هذا استفدنا الوقت المخصص لهذا الجواب. نمر مباشره لو سمحت الى السيد الوكيل. السؤال نفسه، ما هو موقفكم، ما هو تقييمكم لواقع قطاع الفلاحي في المغرب؟ هو جميع البرامج ولا جميع الاحزاب تتحدث بكل صراحه على النهوض بالقطاع الفلاحي، يعني وجعلوه يعني واحد القاطره اللي هي التنميه على حسب يعني الرصيد التاريخي بالنسبه في القطاع الفلاحي. وعليه بالنسبه لحزب النهضه في البرنامج ديالو حدد نقط اللي غادي يساهم فيها او اللي يساهم بها عفوا باش ينهض بهذا القطاع. منها احنا ما نهضروش بان كاين مشكل في الاراده السياسيه، لا اراده سياسيه كاينه، لكن المشكل هو فني اداري، بمعنى ان البحث الزراعي، دابا البحث الزراعي اللي هو تيعطينا يعني شنو يمكننا نطوروا من هذه الفلاحه هذه، حاليا دابا عنده ميزانيه جد ضعيفه. الا خدينا مثلا المعهد الوطني للبحث الزراعي، يعني الا شدينا غير الميزانيه ديالو او لا الحوافز اللي تتعطى للباحثين او لا يعني المسار اللي يمكن الباحث الزراعي يعني يحفزه ويعطيه واحد يعني واحد القوه انه يبحث ويبحث على شراكات، ما تنصيبوهاش كاينه. مثلا حنايا تنقترحوا جعل النظام الاساسي المستخدم ديال البحث الزراعي ياك نظام اساسي محفز ذو علاوات تحفيزات باش يمكن الباحث يعطي في هذاك الميدان. حنا تنشوفوا روسيا مثلا القمح كاين ثلج والقمح نايض، بمعنى ان التكنولوجيا تقدم بحث زراعي. اذا اعطاء نموذج الروسي روسي او الامريكي في هذا المجال. اذا انتهى الوقت لو سمحت لي، سامر الى السيد يوسف شيبوب عن حزب اليسار الاخضر. كيف تنظرون الى القطاع، واقع القطاع الفلاحي؟ واقع القطاع الفلاحي في المغرب، هو القطاع الفلاحي اصلا مقسوم على جوج ولا ثلاثه ديال لي فراكسيون. الاولى وهي الكبيره اللي عندنا في البلاد هي رهينه
100% بالتساقطات اللي هي الفلاحه البوريه وما اللي كيكونوا فيها الحبوب والقطاني وداكشي. اليوم بهذه التغيرات المناخيه وبهذا الاحتباس الحراري اللي كنعيشوه ولا عندنا الجفاف ظاهره بنيويه في واحد لو سيكل ديال 3 سنين 4 سنين في المغرب، وعندنا ما دايرينش ما كاينينش هاي. وحنايا في البروغرام ديالنا دايرين على اساس انه يكونوا مخططات اللي هما معدوده، هما غيكونوا ثلاثه ولا اربعه ديال الطوارئ في الحاله ديال الجفاف. لان دابا بهذه الحاله البيئيه اللي وصلنا فيها اليوم والحاله ديال البيئه وديال كما قلت نعاود نقولها هي ديال الاحتباس الحراري. اليوم نحن عاشيه نعيش على بعد اسابيع من القمه او المؤتمر العالمي للاحتباس الحراري. سيكون لنا سؤال في هذا الشق، ولكن قبل ذلك سنمر الى الملف الاجتماعي مع سؤال الصحه. ما هو واقع هذا القطاع سواء تحدثنا عن الصحه الجسديه او النفسيه للمغاربه؟ واقع الصحه في المغرب جد متدهور، لا على مستوى البنيات، لا على مستوى الموارد البشريه، لا على مستوى السياسي. في المغرب ما عندناش سياسه صحيه. كل وزير كيجي كيدير داكشي اللي في راسه، وبالتالي كنوليو داخلين في سياسه صحيه ديال البريكولاج ديال البريكولاج. ولذلك حنا في فيدراليه الاتصال الديمقراطي كنقولوا خص سياسه صحيه منبثقه عن ميثاق وطني متوافق عليه مع كافه الفاعلين. أربعة هاد الركائز أساسية في مجال الاقتراحات في المجال الصحي. الأولى هو أن الرفع من الميزانية إلى حدود 10% باش غدا المغاربة يولي كيستافدوا من الخدمات العمومية الصحية. النقطة الثانية هو ما يمكنش يكون عندنا 50,000 موظف في الصحة على 35 مليون، ما كافياش نهائيا ولا تتلائم مع المعايير الدولية المحطوطة خاصة المنظمة العالمية للصحة. النقطة الثالثة هو ضرورة تقريب الصحة من المواطنين، تقريب الصحة من المواطنين ببناء المستشفيات، بتجهيز الطرق في العالم القروي خاصة داكشي المسائل كيكونوا حاملات وما كيلقاوش حتى الأمبيلونس باش تطلع لهم لأن ما كاينش الطريق، وبالتالي كيمكن يوقع الآفات والحق في الحياة هو أقدس الحقوق، وبالتالي الصحة هي اللي كتلعب. النقطة أخرى واللي أساسية هو أن المصاريف خص بعد الصحة تكون عمومية، ولكن أساسا دابا في المرحلة الأولية هو المصاريف المرتبطة بالولادة، المصاريف المرتبطة بالأطفال خصها تكون مجانية. شكرا لك سيد شافعي. أمر إلى الضيف الموالي سيد الوكيل مصطفى الشريف عن حزب النهضة، كيف تنظرون إلى حال هذا القطاع، قطاع الصحي، الصحة الجسدية والنفسية كذلك للمواطنين المغاربة؟ ودائما حنايا تنقولوا بأن الصحة هي حق للجميع. حزب النهضه برنامجه بكل صراحه تحدد اولويات من الاولويات ديالو، يعني نظره ثاقبه في المجال الصحي، من بين انه تبرز الاختلاف ما بين الصحه العضويه والصحه النفسيه. هذه الصحه النفسيه هذا مجال اللي هو ربما ما شاغلش بال يعني بزاف ديال المتتبعين. هو تنعتقدوا او لا يعني بالجزم، هناك دراسه ان 50% ديال 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 المرضى هما مرضى يعني نفسانيين ماشي مرضى عضويين، وعليه الاستثمار في المجال الصحي هو نقطه او لا مدخل اساسي او لا حل من الحلول العمليه باش يمكن اننا نهضوا بهذا القطاع، ولا سيما القطاع ولا سيما الصحه النفسيه. بمعنى ان مني نعطيو الخواص الحق في الاستشاره النفسيه، ونوعيو المواطن بدعم الاعلام بدعم المناهج التربويه بان هناك مشاكل نفسيه ما تجيش من الامور اللي هي الخرافيه التقليديه اللي تنقولوا هذا مشير هذا ضربه جنه ولا الشيء اللي هو خرافي، وانما هناك يعني امراض وخلل نفسي. وعليه حزب النهضه في البرنامج ديالو يوضع نقطه أساسية وهو دعم الاستثمار في المجال الصحي ولا سيما إلى القطاع الخاص وإعطاؤه هذه النقطة هذه ديال الاستشارة. سيد يوسف شيبوب عن حزب اليسار الأخضر، كيف تنظرون إلى حال الصحة النفسية والجسدية للمواطنين المغاربة؟ الحال ديال الصحة النفسية والجسدية ديال المواطنين المغاربة هو أنه قطاع الصحة في المغرب هو قطاع اللي هو متضرر بواحد الشكل كبير، كما كان
كنلحق الراي ديالي بالراي ديال الاخ ديال الفيدراليه الشافعي الاستاذ مصطفى الشافعي ديال الفيدراليه اليسار الديمقراطي، هو انه الوزير اللي جا كيخدم بالطريقه ديالو ديال الخدمه. يا اما خاص يكون واحد التوافق ديال جميع الاطياف وديال جميع اللي ممكن يشارك في القطاع ديال الصحه، او لا غادي نبقاو ديما في نفس المشاكل في نفس الامور. وبالنسبه لا فيزيون اللي عندنا حنايا كحزب الحزب ديالنا في البرنامج ديالنا هو الرفع من الميزانيه ديال الصحه، هذا اولا. ثانيا هو الاهتمام اول حاجه بالبنيات التحتيه ديال الصحه والرفع من الموظفين في القطاع، انه كاين خصص كبير. فاش كنمشي انا مثلا للسبيطار او لمستوصف صحي كاين مستوصفات في البوادي اللي كيجيو ليهم الاطباء مره في السيمانه وكيخدم من 10 حتى ل 12 ولا حتى الوحده ديال النهار نهار السوق، هادشي اللي كاين. ما تبقي كتلقى واحد في انفيرميير ريزيدون هو اللي كيخدم مع الناس، هو اللي كيدير الطبيب وكيدير الطبيب النفساني وكيدير المولد اذا اقتضى الحال. وكيكون وكاين دابا كاين انا كنهضر انطلاقا من الارضيه اللي كنلمسها. انا دابا في الاقاليم فين كنخدم كاين سأبقى معك سيد يوسف شيبوب، ولكن مع سؤال جديد. دائما نبقى في المحور الاجتماعي. مراكش في شهر نوفمبر المقبل ستستضيف حدث عالمي هو مؤتمر الأطراف COP22. أنتم متخصصون في هذا المجال باعتبار حزبكم يصف نفسه بالخضر أو بالحزب اليسار الأخضر. كيف تنظرون إلى حال البيئة في المغرب، لا من ناحية التشريع القانون ولا من ناحية السلوك؟ مازال احنا بعاد في القضية ديال التشريع بما يخص البيئة، باقيين بعاد كل البعد على لي نورم انترناسيونال، باقيين بعاد بعد كبير على لي نورم انترناسيونال. وبالنسبة للتطبيق واخا داروا بزاف ديال المسائل ديال المبادرات، منهم الشرطة البيئية، منهم الدرك البيئي، منهم التطبيق ديال المساطير، مازال عندنا ماشي غير ملموس. كنمشيو دابا نقدر نقول لك وانت خارج من هنا غير خرج غير على الاقليم ديال الرباط ولا خرج على العماله ديال الرباط وانت غادي وكتشوف الخروقات ديال البيئه. يعني المشكل ليس في القانون، المشكل في الممارسه. كاين المشكل في القانون، باقيين ثغرات كبار في القانون وفي الممارسه والسلوك. التوعيه خاصنا نخدموا على التوعيه ديال المواطن وفي العقوبات الزجريه لهذا الباب هذا ديال اللمس بالبيئه. ان اليوم انا كنشوف فاش كنشوف الخروقات اللي كاينين فيما يتعلق بالبيئه، كاين خروقات اللي الانسان ما كيعرفش شنو هي لا غروندور ديالها. كاين خروقات الضخامه ديال هذوك الخروقات اللي كيدير وباش كترجع عليه هو. وغادي نرجعوا للقضيه ديال الصحه. الصحة لا النفسية ولا الجسدية ديال المواطنين المغاربة هي رهينة بالحالة البيئية ديال البلاد. نعم. سيد يوسف شيبوب شكرا لك عن الحزب اليسار الأخضر. أنتقل إليكم هذه المرة سيد الوكيل. هل البيئة بالنسبة لحزبكم في منظور حزبكم تشكل أولوية لدى المواطن المغربي؟ لنأكد لك الأخ عزيز هو أن حزب النهضة هو الحزب الوحيد اللي شار بان المغرب مازال تيشتغل بتوصيات ديال المؤتمر ديال 1972 اللي دار في ستوكهولم على بان التنميه هي رهينه يعني بالنهوض الاقتصادي وليس بالنهوض البيئي. 1992 دار مؤتمر نفس التوصيات خرجت وانما ما خداش بها المغرب. حاليا دابا المغرب خدا مشاريع ضخمه بيئية منها الطاقة البديلة، لكن ماشي أمور خداها يعني كتقنين أو كتشريع، على أساس بأن البيئة أو المحافظة على البيئة خاص يكون أسلوب حياة. التنمية خاصة ترتبط بالبيئة، وهادو هما الدراسات الأخرى اللي تبتت بأن البيئة هي الرافعة للتنمية، بمعنى أن حتى أسلوب يعني باش تعيش المواطن خاصو يكون اسلوب محافظ يعني على البيئه. فمثلا البناء والتجهيز ما تياخذش بعين الاعتبار الاساليب الجديده يعني للمحافظه على البيئه. يعني الا خدينا المصانع ما واخدينش بعين الاعتبار
يعني الامور اللي هي نحافظوا بها على البيئه، وعليه حنا تنخسروا مع هاد 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 التجهيزات بهذا الشكل هذا. العالم تقدم، دول مثل المانيا او فيرلاند او يعني السويد، يعني تقريبا 50% 60% عايشين بالطاقه. شكرا لك سيد الوكيل. نمر الى سيد مصطفى الشافعيان، الحزب الاشتراكي الموحد. الواقع البيئي بين التشريعات والممارسه. الوضع البيئي في المغرب هو وضع مقلق ومرشح للمزيد من التدهور. علاش؟ كاين فراغ تشريعي قوي جدا في هذا المجال، وكاينه ممارسه غير سليمه او لا ضد البيئه او لا عدوه البيئه. المغرب كيدير اجراءات كيقول لك كاينه الشرطه البيئيه، ولكن كيستقبل النفايات، ديال دول اخرى. ولذلك الحزب الفيدراليه للاتصال الديمقراطي اعتبرت مساله البيئه هي قضيه عرضانيه تخترق كافه المجالات، تخترق الصحه، تخترق المصانع، تخترق الفلاحه، تخترق التربيه، تخترق كل شيء. ولذلك كنأكدوا من جديد على ان خصنا تكون عندنا سياسه بيئيه اللي عرضانيه، اللي كتكون في الكايد شارج، لا على مستوى المصانع، لا على مستوى الفلاحه، لا على مستوى حتى السكن. دابا السكن كنبنيو سكن اجتماعي، ولكن ما كنديرولوش المحيط اللي كيساعد هذوك السكان اللي ساكنين في السكن الاجتماعي على المحافظه على البيئه. وبالتالي في غياب الوعي بالبيئه وفي غياب كتوفر الشروط، غتولي غادي وانت كتهرس هذه البيئه، المشكل ماشي باش نحصادنو كوب 22 ولا نصادقوا على الميثاق ديال اللي خرج على. المشكل هو اننا حنا المغاربه خصنا الدوله المغربيه او اللي غادي يكونوا مسؤولين يتعهدوا بان قضيه البيئه بحال قضيه السكن، بحال قضيه الصحه، نعم، بحال قضيه التعليم. نعم، شكرا لك. لم يبقى لي الا ان اشكر ضيوفي الكرام الذين شاركوا معنا في هذه الحلقه من حلقات الطريق الى 7 اكتوبر. مصطفى الشافعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، الوكيل مصطفى الشريف عن حزب النهضه، واخيرا وليس اخرا يوسف شيبوب عن الحزب اليساري الاخضر. مرحبا بكم جميعا، والشكر موصول لرئيس التحرير سعيد العربي والمخرج هشام عبد الرحيم والفريق الرائع المرافق له، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على تتبعكم وحسن وفائكم. ألتقي بكم غدا في الموعد نفسه بحول الله. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله.